ملتقى التمويل والاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أفق جديد يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والتسهيلات المقدمة من القطاعات المصرفية لدعمهم والذي يخلق فرصا استثمارية أكثر جاذبية وأمانا للمستثمرين قصد من تنفيذ ملتقى التمويل والاستثمار هو دعم قطاع ريادة الأعمال في المنطقة الاقتصادية الهدف الاساسي من هذا الملتقى وفي الجانب الاخر ايجاد الحلول المناسبه لتنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه وتحقيق الاستدامه لهذه المؤسسات. برامج تدريبيه وورش عمل قدمها ملتقى التمويل والاستثمار لتمكين الراغبين بالبدء في رياده الاعمال وتقييم ابرز ما يعيق حركه المؤسسات والحلول المناسبه لمساعده الشباب في تحويل افكارهم لمشاريع ناجحه الى جانب المعرض المصاحب الذي جمع المستثمرين والخبراء ورواد الاعمال ومؤسسات التمويل تحت مظله واحده. فرصه لاول مره تقام في محافظه الوسطى ولايه الدغم ان ايجاد الجهات التمويليه تحت سقف واحد وهذه خطوه الى الامام ان شاء الله بالنسبه للشباب اصحاب المشاريع القائمه والمقبلين على مشاريع ولايه الدغم في نقطه يفتقدوها شريحه كبيره من الشباب. بعد اقامه المشروع الاداره والتسويق، الاداره والتسويق من ضمن النقاط الجوهريه اللي يعتمد عليها استمراريه المشروع ونجاحه. تفعيل الشراكه الاستراتيجيه والتكامليه بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنميه المستدامه تهدف لخلق اقتصاد مرن ومزيد من فرص العمل للشباب. الملتقى سيسهم في دعم وتشجيع اصحاب المؤسسات الصغيره والمتوسطه. وتوسيع دائرة مجالاتها وإبراز الفرص الاستثمارية الجديدة والتمويل والتجارب الريادية الناجحة من محافظة الوسطى علي بن جمع الريامي ولاية الدقم